بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلوات زاكيات نامعات على صاحب الرسالة العظمى إمام الأنبياء وخاتمهم وعنيدهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. وأعوذ بالله من شر نفسي وسوء عملي، وأسأله أن يجعل لي نورا أستطيع أن أمضي على هداه في الموضوع الذي أتحدث فيه، لأنه من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أيها الإخوة، عندما أرمق الخط البياني لمسيرة العالم الإسلامي أشعر بأن هذا الخط لا يلزم مستوى واحدا، بل إنه يضطرب كثيرا. أحيانا يهوي فيصل إلى القاع، وأحيانا يرتفع فيبلغ الأوج. هل هذا الارتفاع والانخفاض خط عشواء؟ هذا مستحيل، فليس في الكون خط عشواء. ربما ظن البعض أنه كموج البحر يرتفع وينخفض، ونحن لا ندري لما يرتفع ولا لما ينخفض، لكني في نفسي أشعر بأن كل شيء في الكون محكوم بإرادة واعية وقدرة بالغة. فما تطير ورقة مع الريح أو تسقط على الثرى إلا وفق قانون دقيق. وإذا كان الكون محكوما بقوانين مادية تدرس في علوم الطبيعة والهندسة والكيمياء والحساب، فاعتقادي أن سنن الله الكونية كما هي مضبوطة ومدروسة في آفاق الكون والحياة، هي كذلك في مسيرة المجتمعات والدول ووراء ارتفاع الحضارات وانخفاضها وتمزق الدول أو بقائها. كل شيء محكوم بسنة كونية دقيقة لا تضطرد ولا تتخلف. وعندما جاءت الرسالة للأمة العربية قيل للعرب هذا الكلام، قيل لهم أنتم ترون أنفسكم أصحاب عقل ناضج وأصحاب مكانة سامقة، وتظنون أن الوحي لو نزل عندكم فإنكم تكونون به خيرا من غيركم. في سورة الصافات: وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. بل هم يحلفون على ذلك، لو جاءهم الوحي لأحسنوا خدمته ولطوفوا به الآفاق ولصنعوا له المعجزات، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن هناك سننا حضارية كالسنن
التي تحكم ذرات المادة ويصوغها العلماء في قوانين تدرس للطلاب، هناك سنن حضارية تطبق على الأجناس وعلى الشعوب وتخضع لها الحضارات ازدهارا واندثارا. هذه السنن لا تتخلف ولا بد أن نخضع لها، بل لقد خضع الأنبياء لهذه السنن، ووجدنا المسلمين في أحد ينهزمون، ومن هازمهم؟ عبدة الأصنام. الرجل الذي شعر بقوته بعد الهزيمة، هزيمة أحد، وقال أعلو هبل. ما هبل؟ لكن يأذن القدر بهذا عندما يقع بين صفوف أهل الحق تفريط، لأن لهم حسابا خاصا يعاملون به. ولذلك فإن الجواب على السؤال الذي جرى على الأفواه عندما وقعت الهزيمة أن هذا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم. ولذلك فأنا أريد أن أنظر إلى أمتنا، إنها سلحت بالوحي الأعلى وجاءها خيرة خلق الله المربي الأعظم، جاءها كتاب الله في خلاصة الوحي الذي تنزل على النبيين كلهم وورثوه كابرا عن كابر، وأخذ صورته الأخيرة أو صيغته الأخيرة في هذا القرآن الكريم، ثم طبق في سنة محكمة. والذين رباهم الرسول عليه الصلاة والسلام بكتابه وسنته والأسوة الحسنة المقتبسة منه استطاعوا أن يطوفوا بالأرض المعمورة، أرض الله المعمورة يومئذ، وكانوا العالم الأول بهذا القرآن وبهذه السنة. لا تتصور أن الله عندما جعل العرب العالم الأول جعلهم كذلك بعقلية امرئ القيس وسفاهته في معلقته وغزله الرقيع، لا، إن العرب تحولوا خلقا آخر وخلقا آخر، أصبحوا هداة، رددوا أشياء ما عرفتها الدنيا يومئذ. رجل كعمر يشعر الناس بأن الحكم ليس قيصرية ولا كسروية ولا فرعونية، حاكم أجير للشعب مسؤول أمامه، يقول بكل بساطة ناحية سياسية، لو عثرت دغلة في العراق لحسبت عمر مسؤولا عنها، لما لم يسو لها الطريق. ناحية اقتصادية، لو عشت لهم ليصلن الراعي في صنعاء نصيبه من هذا المال. ناحية الإنسانية، عمرو بن العاص حاكم مصر من قريش، من قبيلة عمر، لكنه نظر إلى قريبه في الجنس ورفض القرار وقال للمصري المضروب اضرب ابن الأكرمين، اضرب ابن الأكرمين، وقال لعمر الكلمة التي تصدت ميثاق الأمم المتحدة، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذا كلام جديد ما يعرفه الرومان ولا اليونان ولا الإغريق ولا الفرس ولا غيرهم من أهل الأرض. بهذا اللون من التفكير، ده تفكير أردت أن يعني أبرزه، مع أن هذا التفكير هو ثمرة لتفكير آخر، أن الإنسان عبد لله وأن شرفه بهذه العبودية وأن كرامته
في استوائه على طريق يعرف به الوحي الأعلى ويمشي وفق خط تنزل من السماء، ولم تمله أهواء الأرض ولا فلسفات المتقعرين الذين يبحثون عن الحقيقة ولن يعرفوها أبدا ما داموا قد استدبروا السماء وابتعدوا عن الحق ونسوا الله فأنساهم أنفسهم. الخط البياني يشير إلى أن الأمة وقع لها العجب، لكن ما دلالات هذا الخط؟ وهل تساءلنا نحن لما حدث أن الأمة انهارت أحيانا وبلغت الحضيض وارتفعت أحيانا وبلغت السماكين؟ لا، أنا آسف، لأن الأمة الإسلامية لم تحسن دراسة تاريخها، فلا هي عرفت كيف توحدت بدين الله ولا هي استقامت على طريق هذه الوحدة، بل على العكس نسيت. وقد كتبت يوما وأنا أتساءل بدهشة، لماذا لم يقع مؤتمر أو ملتقى كهذا الملتقى في جامع الأزهر أو في الجامع الأموي أو في المسجد الأقصى أو في المسجد الحرام عقب الهزائم التي أصابت الأمة الإسلامية في الحروب الصليبية الأولى؟ نحن ندري أن أكوام الجثث في أنطاكيا وفي القدس كانت تلالا بلغت أربع طوابق وسال الدم أنهارا. سبحان الله، وانتصرنا. أما كان يمكن بدل دراسة رفع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع، قبل دراسة وضع اليدين أو ترك اليدين، أو قبل هذا كله، أما كان يدرس ما السبب في هذه النكبة؟ من عقد مؤتمر؟ يقول التاريخ إنه عندما وصل الصليبيون إلى بيت المقدس ما تحركت القاهرة، ما تحركت دمشق، ما تحركت بغداد، ما تحركت المدينة ولا مكة. لما؟ الأمراء مشغولون بأنفسهم، ما أشبه الليلة بالبارحة. الأمراء مشغولون بأنفسهم والدنيا تدور بمصالحهم وأهوائهم، وترك الشعب المسكين في المقدس يلقى مصيره.